بشو عم تفكر أيان؟ ما في شي. قدمت طلب لأخذ سلفة من الشغل وإن شاء الله رح ناخذ المصاري عن قريب. فيك تشغل هدول المصاري بالمحل وتجيب أغراض جديدة للشغل. رح تمرق هالأيام الصعبة إن شاء الله أيام. كم حسنة لسه رح تعملي معي منتهى. حسنة أيان، ليش عم تحكي معي هيك؟ أنت عم تخجلني. أنت ليش تزوجتيني؟ أنا شخص فاشل وبلا طموح وما عنده شغل، مسؤوليات ومشاكل، هاد كل اللي لقيتيه بوشك عندي. أما أنتي إنسانة عن جد كاملة وبنت متعلمة، كان لازم تتزوجي شخص مثل ياسر. بس أنا بحبك وما بدي غيرك أيان. طيب قلي كيف بدي أعيش مع حدا تاني؟ بتحبيني؟ كمان كنتي رح تحبيه لو تزوجتي لإله. مو صح، انت غير ومو مثله. انت كيف فيكي تحبي انسان فاشل وحالته بتخجل مثلي انا؟ أيان مانا بحاجة لمعيار أو ميزة لنحب شخص، الشغلة بتصير هيك مثل نحن الاثنين منحب بعض. شو؟ قلتا؟ يعني أنت بتحبني؟ ايه يعني لا ما بعرف. ايه حبيبي.